السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومع درس جديد من دروسنا على قناة ربيع الزيات. درس النهاردة هو يمكن أول الدروس في فن الترومبولوي، وده بالاشتراك مع الفنان الجميل أحمد بدوي. أحمد بدوي الرسام، الفنان أحمد بدوي حب يعني يعمل عمل خير، إن هو يوصل معلومة للناس. جايز في ناس ما شرحتهاش، ولكن هو حابب يوصل المعلومة أو الفكرة بطريقة مبسطة. احمد بدوي هيقوم برسم الشغل وانا هبدا اشرح هو عمل ايه او نفذ الخطوات دي ازاي، ونبدا بسم الله. اول حاجه الفنان معانا احمد بدوي عايز يعمل شغل في السقف، في الاربع اركان مثلا كزاويه في السقف، تمام. هيبدا يعمل مثلا واحده زخرفيه مثلا، وليكن يعني تكون بالشكل دوت، في ركن من الاركان في سقف. هو طبعا شغل الترمبولاي هيتعمل في سقف او ممكن يتعمل كطابلوه في حيطه، وابدا اوصل الخطوط الاساسيه بيها واعمل الزاويه دي هنا واكررها هنا. يبقى انا شغلي كله على قطعه واحده فقط لا غير. القطعه الواحده دي بقى طريقه تنفيذها ازاي؟ ان انا بجيب قطعه من الورق على قد الزاويه اللي انا عايز ارسمها، قطعة من الورق عادية خالص لوحة مدارس، وهبدأ اعمل فيها ثانية الورقة ديت علشان تديني زاوية 45 في القطعية، يعني تديني الثانية دي تديني زاوية 45 في الورقة، لان الورقة دي مربعة، قول تقريبا الورقة دي 40 في 40. وببدأ اعمل هرسم نص الوحدة الزخرفية اللي هتترسم، اللي هي هتتعمل زاوية اصلا في الشغل. هبدأ اعمل فرع يشبه حرف الاس كده، تمام. ادي حرف اس اهوت عادي خالص ما فيهوش اي مشكله. وتانيه الورقه عند الايد الثابته، الايد المتحركه اللي فيها القلم، هبدا ارسم بيها برعم بورقه تخينه، وهبدا الحم فيه شكل من اشكال الورق في الوحدات الزخرفيه، وابدا اطلع بالخط دوت بخط تاني بحيث ان هو يبقى في اوراق في الشكل العام للوحده الزخرفيه، يبقى فيها فرع وورق وفي برعم، تمام. هيعيد عليها بالقلم الفلوماستر بحيث يظهر شكل الوحدة الزخرفية، ويبدأ يوضح معايا الوحدة الزخرفية باللون الاسود بحيث يظهر الشكل العام ليها، تمام. في اوراق وبعض الاوراق المدنية، وممكن ان هو يعني يستبدل الفرع الموجود برسمة تانية او بورقة تانية تخدم الشكل العام، تمام. كده تم التحديد للوحدة الزخرفية. هيعمل في المنطقة ديت اللوزة او الرباط الخاص بالوحدة الزخرفية، الشكل اللي فوق زي الشكل اللي تحت، تمام. طيب انا عشان افرغ ديت لازم اعمل فواصل في الفرع الرئيسي بحيث ان هي ما تتقطعش مني وانا شغال. يعني انا لو فرغت الشكل العام كله، لو فرغته بالكتر، هتبدا الوحده الزخرفيه دي تبقى ضعيفه جدا ومش هتثبت معايا فوق على السقف. فلازم اعمل قواطع في المنطقه دي بالشكل دوت. القواطع دي انا مش هقطعها بالكتر، هسيبها علشان تعمل معايا لحام في الورقه نفسها، وده اللي موجود في اي شكل من اشكال الاستنسل اللي موجوده المباع، بحيث ان انا لما افرغ هتتفرغ معايا برضو الجزء الثاني اللي تحت. هبدا بالقطر، سلاح القطر او ب اداه القطع مهما كانت هي يعني، ولكن يفضل القطر لان الضغطه بتاعته بتبقى شديده علشان يقص معايا الورقتين مع بعض. يبقى كده معايا كام قطعه؟ ادي قطعه 2 3 4 5 6 مع اللوستين، تمام. ابدا افرغ اهوت بالقطر، وتفريغ القطر من الحاجات السهلة، ولكن يفضل ان انا افرغ على قطعة من الخشب علشان القطر يغرز شوية في الخشب علشان يقص معايا الجزء اللي تحت من الورقة، وياريت ما تكونش الورقة طرية او فيها جزء مبلل سنة بسيطة علشان ما يعملش معاك هرتلة في الورق، او ما تكونش مندية زي ما بيقولوا. تمام، قصينا
الوحدة الزخرفية كلها فوق وتحت، فعطاني الشكل العام ليها اللي هو دوت، اللي هو الجزء الشمال قد الجزء اليمين، والقواطع دي هي اللي بتحمي الورقة من ان هي تتقطع خالص او تحمي الوحدة الزخرفية بتاعتي. طيب التنفيذ بتاعنا غالبا هيكون السقف ابيض او اللون اللي انت حابب تشتغل عليه. الوحدة الزخرفية اقدر ان انا اظبطها على الاربع اركان اللي موجودة، او باخد مقاسات الاول وببدأ اوزع، هشوف هرسمها ازاي او هوزعها ازاي. ببدأ بتثبيت القطعة الزخرفية اللي معايا، او بنسميها الاستنسل، اللي هي الوحدة نفسها اللي هنشتغل عليها. ممكن اغبر بالمسدس تغبير خفيف علشان يطبع لي الشكل العام ليها، وممكن اعملها برولة، ولكن يفضل المسدس لانه بيحدد بشكل كويس. احنا هنا هنعملها بالقلم الرصاص، استاذ احمد هيعيد عليها بالقلم الرصاص اهوت، بحيث يطبع الشكل العام ليها. هيبدأ ياخد خطوط وعلامات بحيث يعمل حبسة للوحدة الزخرفية دي. احنا هنشتغل على قطعة واحدة بس يا جماعة، يعني لو حبينا نكررها في سقف هتشتغل عليها اربع مرات، يعني هنشتغل نفس القطعة دي اربع مرات. هو عمل الحبسة بتاعتها، وبعدين هيدهن الخلفية او الاطار الخارجي للوحدة الزخرفية، هيدهن الاطار الخارجي للوحدة الزخرفية بلون مختلف، والوحدة بلون مختلف، والسقف هيبقى ابيض او ممكن تدهنه لون مختلف غير اللون اللي موجود. اي لون يا جماعة انت تقدر تشتغل بيه، مش شرط الالوان اللي موجودة، لكن التحديد مهم جدا، والفرش معظمها صغير علشان ايدي ما تجيش على او الغي قطعة معينة من القطع الموجودة. بعد ما بدهن المنطقة اللي هي بنسميها البرواز من بره، او الاطار الخارجي للوحدة الزخرفية، دي الوان يا جماعة ابيض وجملي وبني، ابيض وجملي وبني، تمام. احنا هنشتغل على اللون، درجة اللون الجملي معاها سنة بني، متضاف عليها سنة بني، بسيطة جدا. وابدأ اعمل الوحدة الزخرفية، ادهن الوحدة الزخرفية كلها زي ما هي كده بفروعها، مفيهاش اي حاجة مختلفة او مفيهاش اي لون مختلف. وابدأ بعد كده التقسيم بيبقى عليها بأي لون تاني، يعني ابدأ فيها شغل بدرجة اللون اللي هي جمل وعليها سنة بني، وبعدين هيبدأ الشغل عليها بدرجات البني ودرجات الأبيض للتفتيح والإظهار شكل الثري دي بتاعها، أو الشكل المجسم بتاع الوحدة الزخرفية أو الفرع اللي موجود دوت. طبعا يفضل يكون الفرش جيدة علشان تظبط معايا الشكل العام للوحدة الزخرفية، واقدر اتحكم فيها بشكل كويس، وخصوصا ان الشغل فيه على الارض اسهل بكتير من على السقف. يعني المفروض ان انت معاك فرش كويسة عشان تنجز معاك في شغل السقف وما تهدرش معاك في الالوان. زي ما قلنا الفرش عامل اساسي في شغل السقف، علشان انت بتبقى شغال لفوق، فمحتاج حاجة جيدة علشان توفر معاك مجهود وتوفر معاك شغل وتظبط معاك الشغل. ويفضل الفرش المدورة ديت زي الفرش اللي هو شغال بيها. تمام، احنا كده يعتبر شغالين كده معانا تلات الوان شغالين بيهم، هما الارضية بتاعت الاطار الخارجي، والارضية بتاعت اللون الفرعي نفسه اللي هي تشبه الذهب الغامق او درجة النحاسي، واللون الابيض بتاع السقف نفسه. طيب ايه اللي هيتم بعد كده؟ اللي هيتم بعد كده ان انا هعمل ظل ونور في الوحدة الزخرفية دي. ظل ونور معايا درجات اللون البني اهيت، درجات اللون البني، دربت اللون البني مع الابيض، وهبدأ اعمل خط رفيع كده، يمكن زي اللي بالقلم، كأني برسم بالقلم
او الفرشه دي تخانه السن بتاعها زي القلم بالظبط. فبعمل تحديده للرسمه او للفرع اللي معايا مع عمل بعض التفاصيل البسيطه للفرع نفسه. يعني الفرع ده مثلا مقسوم من هنا بحيث يدي تخانه كان ده فرع ليه مجسم فيه عالي وواطي شكل النص بالطريقه ديت. وببدأ في عمل التحديد للوحدة الزخرفية. الأماكن الغامقة اللي هي مثلا الفرع ده طالع من الفرع ده، أو كتلة الفرع الأولانية طالع منها فرع تاني، فببدأ أعمل جزء غامق في الحتة اللي فوق الورقة الأولانية اللي تحت دي علشان يظهر ليها إن هي ده طالع من تحت ده، أو الفرع ده طالع من تحت ده. خطوط مساعدة واظهر شكل البرعم او اللوزة بتاعت الرسمة بغمق برضو هنا تاني. الجزئية دي بعمل فيها شبه دايرة صغيرة خالص علشان تظهر معايا لفة الورقة او عمق في الورقة نفسها. طبعا التحديد انت مش هتشتغل زي فنان احمد، ولكن بنقولك لو جربت شوية بفرش كويسة هيدي معاك نتيجة احسن ان شاء الله، وايدك هتاخد على الرسمة، وخصوصا ان انت اللي رسمها فهتبدأ ايدك تتحرك عليها بكل سهولة، ما فيهاش اي صعوبة عليك ولا حاجة. عشان ما تقولش ده شغل ناس فنانين كبار يا عم ومش هنقدر نرسمه، لا ان شاء الله هتقدر ترسمه، ولكن جرب يعني انت مش خسران حاجة. طبعا اي شخص يمكن اللي رايح يقدم في شركة الطيران مثلا، او رايح يقدم في هيسوق طيارة هيعمل، طيب الطيار اللي هو هيسوق الطيارة ده لو خاف او لو استصعب الموضوع عمره ما هيسوق الطيارة الكبيرة اللي هتطير في الجو دي وهتوصل الناس او هتوصل بضايع. لكن محدش كان يتخيل ان شخص واحد او اتنين يسوق طيارة. احنا ما بنقولكش سوق طيارة، احنا بنقولك يعني على مدى صعوبة الحاجة اللي هو بيعملها او اللي انت هتعملها. ما فيش حاجة اسمها حاجة صعبة، حطها قاعدة أساسية في دماغك إن مفيش حاجة صعبة. أي حاجة مع التدريب والاستعانة بالله توكل على الله هتلاقي ربنا يسر لك الأمر فيها. خلاص خلصنا اللون البني، بنتعامل بقى باللون الأبيض لعمل بعض التفتيح في الفروع، ولكن يفضل إن هي هتبقى من اتجاه واحد علشان يدي معايا منظور في شكل الرسمة العام. يعني الأماكن البارزة تبان إنها بارزة، والأماكن الغائر يبان إن هو غائر. التفتيح بيبقى من اتجاه واحد زي اتجاه الظل كده. ببدأ ادي لطشات بالفرشة، وعود ايدك ان هي تبدأ معاك رفيع وتنهي رفيع، او تخين وتنهي رفيع. فحاول ضغطة ايدك تبقى خفيفة، وبعدين تسيحات بسيطة كده نتشات بالفرشة جنب بعضيها بطريقة خفيفة بحيث تظهر شكل او سطح الوحدة الزخرفية، ويبان معايا ان فيها مجسم فعلا، ان هي فيها عالي وواطي وفي اماكن يعني بارزة واماكن غائرة. وكل دوت بنفس الفرشة البسيطة اللي احنا عملنا بيها البني. تمام، هتدي معاك نتيجة كويسة جدا وشغل فوق الممتاز. جرب ترسمها وتلاقي الدنيا تمام ان شاء الله. نكمل بعض اللسعات هيت على اطراف الفروع باللون الابيض. طبعا الخط اللي هو بيبقى في النص ده بيبقى على رفيع جدا ماشي موازي للخط البني اللي مرسوم، وبحاول ان انا ايدي ما تغطيش اللون البني، اخليها بس لسعات كده بحيث يبان معايا ان هي فعلا عالي، في جزء عالي وجزء واطي. الشغل باللون الغامق واللون الفاتح عمل معايا منظور لشكل الوحدة الزخرفية او الركنة اللي احنا هنشتغل بيها، والمفروض ان انا هكررها اربع اركان لو انا هشتغل فين، لو انا هشتغل شغل في سقف. ولكن اذا حابب ان انت تعملها زي حاجة بسيطة كده عندك ماشي، ولكن يفضل ان انت شغل الترمبولوي عامة بيبقى في السقف كزخارف، نوع من انواع الزخارف، علشان شغل التجميل او لزخرفة آية قرآنية
يعني متاحة معاك الاستخدامات بتاعتها يعني. شغل ترومبولوي طبعا بيحتاج دقة، ولو تلاحظ هتلاقي في صباع اسمه ايه الخنصر والبنصر. هنقول يعني الخنصر مثلا معظم الشغل انا بسند عليه بايدي. خلصنا الوحدة الزخرفية، بعمل تحديد بالفرشة اهوت. طبعا انا هنا بستخدم مقاس عشان يطلع الخط معايا مظبوط، ولكن في شغل السقف تقدر ان انت تشد لزق وتعمل بيه خط، او تحدد بفرشة زي ما الاستاذ احمد بيعمل كده، عامل فرشة ارتكاز وفرشة بيسحب بيها. كده قفل الخطين بتوع البرواز عليها. بتبقى حاجة تانية، وهي درجة اللون اللي عمل بيها الاطار الخارجي. هيغمقها شوية باللون الاسود ويبدأ يعمل ظل للوحدة الزخرفية على الارضية اللي هي الاطار، كأني بعمل ظل للحاجة دي بحيث ادي فيها عمق للوحدة الزخرفية وتظهر معايا فنيا وجماليا بشكل افضل. طبعا الخطوط بتعامل مع الخطوط وبحذر علشان ما تمسش الشكل العام للوحدة الزخرفية. وبكده يبقى الدرس بتاعنا خلص مع التحديد النهائي للرسمة. واشوفكم على خير في فيديوهات تانية ان شاء الله قريبا. ونشكر الفنان احمد على المجهود الرائع اللي عمله، ويا رب يا رب يقدر كل واحد على فعل الخير، وربنا ييسر لكم الحال. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.